عندنا أجندة. مراد الزغيدي، مرحبا بكم. نص نهار وثمانية دقائق على يفام. عندنا أجندة كيف ما كل جمعة نحاول نرجع مع بعضنا على أهم الأحداث اللي صارت في تونس، في العالم، في ليبيا. وضيفنا في الجزء الثاني من البرنامج بداية من ماضي ساعة وربع باش يكون الرئيس المدير العام للفارماسي سنترال، الصيدلية المركزية في خضم الأجواء هذه اللي نراو فيها وأنه إمكانية موجة جديدة الكورونا، هل أنه تلقي حاضرة، هل أنه بالفعل فما أزمة نتاع دويات في تونس، وشنو الواقع اللي نستناو فيه في السنوات المقبلة للقطاع هذا، قطاع مهم برشة. توانسة يتشكولنا يوميا تقريبا مساجات حول نقص الدواء. بشير الإرماني الرئيس المدير العام للفارماسي سنترال باش يكون ضيفنا من بعد، باش نحكيو على المنصات الإلكترونية اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية. وبطبيعة الحال باش نحكيو العد التنازلي بدا 24 ديسمبر، هل أنه الانتخابات باش تصير في ليبيا ولا لا. وضيفنا باش يكون جمعة عتيقة. ومعايا اليوم وجه باش نقوله جديد، وكما وعدكنا وعدناكم وقت بدينا الموسم في عندنا أجندة، احنا باش نحاولوا يكونوا معنا على البلاتو أصوات ممكن مغايرة، أصوات زادة أصغر شوية في العمر باش تطيح شوية في المويندج. مرحبا بك خليل قنطارة. مرحبا بك مراد، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون، ومرحبا بكل مستمعين راديو يافين. خليل، أنت مدون من مدة طويلة، اللي تبعوا الانترنت وسائل السوشيال ميديا عموما يعرفوك، وانت في العمر صغير دونك هكا جبناك. قد ايه احنا وين وين وصلنا ل 33 وصلنا ل 33 تو نرجعوا بعد نحكيوا معاك. لكن الحدث وبصفه استثنائيه اليوم في عندنا اجنده باش يكون كأس العرب من الدوحه، هل انه امين جلانزا حاضر معنا؟ امين مرحبا بيك. قطر أرب كاب مومنت. قطر أرب كاب مومنت باي سامسونج. تمتع بكأس العرب على شاشات سامسونج كولاد وتفرج بعين كبيرة. وين ومين هل أنه موجود معانا؟ أهلا بك أمين، مرحبا بك. نسمع فيك، أنا نسمع فيك. تحية كبيرة ليك مراد، تحية الحاضرين معك في الاستوديو، نسلم برشا زادة على مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا زادة الكرام اللي يتفرجوا فينا ديما على الباج فيسبوك راديو اف ام، الباج اف ام سبور والاف ام تي في، أكيد في بث متواصل 24/24. أمين وجهك نسمع فيك، وجهك مضي أكثر برشا من المستوى اللي وراه الفريق القومي البارح، هزيمة مفاجأة خلي نقولوا ضد سوريا، وخطوة التالي بعد مارينا. نذكروا للناس اللي عايش على زحال وما تبعش كيفك الكرة أمين، لتونس خسرت البارح ضد سوريا في نبليش في المباراة الثانية متاع كأس العرب في الدوحة، بعد كانت فازت بالماتش الأولاني ضد موريتانيا. كان شوية شحب الوجه متاع الكيب ناسيونال ومفاجأ. ديما نرجع للكلمة اللي يلزمها تتقال، هو أنه ديما ما نفرحوش برشا كي نسجلوا 5 أهداف، نسجلوا 4 أهداف، ما نفرحوش برشا وما نشكروش برشا. لينا البارح في مباراة المنتخب السوري. أمين أمين، صوتك سافا با، نرجعوا لك بعد 20 ثانية نجم نشوفه مع الزملاء في الحافلة، هل أنه الصوت خير هكا شوية من قبليك مع أمين اللي بش يقعد معنا 4-5 دقائق. ذكروا إذن في المجموعة هذه اللي فما تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا، تونس ربحت ماتش ولاني 5-1 وخسرت البارح ضد سوريا في مليش في مباراة الحق معناها مش سوريا ورات حاجة كبيرة ياسر، حط زوسكور في الشبكة بمحاولتين تقريبا، وتونس لعبت بعشرة تقريبا شطر المباراة بعد ما خذاء برمضان ورقة حمراء. تونس مازال عندها كل الأوراق في ديها بطبيعة الحال باش تترشح إذا كان للدور الثاني إذا كان تربح الإمارات، لأنه أمين جلانزا اللي موجود معنا مباشرة من الدوحة حاضر. أمين تسمع فيها هكا؟ مزلنا شوية
مازلنا شوية مع مين جلانزا ونرجعوا له بعد شوية. نذكروا أنه كأس العرب هذه هي على شكل مجموعات، كل مجموعة فيها أربع بلدان. نذكروا أنه المباراة الجاية باش تكون ضد الإمارات نهار ثلاثة، مباراة ماهيش سهلة، ممكن اعتبار الإمارات من الفرق نجم نقولوا معناها من الصف الثاني إذا صح تعبير، لكن تنجم تربح تونس. أمين موجود معايا تسمع فيا توا؟ أمين من جلانزا يظهر لي مازال ماهوش حاضر، كانوا ماهوش حاضر نلقاو حل آخر معاه. ميسيلش خليل ماكش مختص في الكرة كي يرجع أمين مش نعمل تحليل فني عنا 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 مراسل. علاش الجمهور البارح تحس ياسر من الخسارة هذه ضد سوريا بريتو ماتش كرة ليكيب ناسيون هذيم اللي باس ما عندهاش كابيتال سمباتي كبيره؟ والله ها باش نقول لك الحق نتاع ربي، صحيح ما ندخلوش في التحليل الفني وكل، لكن البارح الملاعبيه ما لعبوش ضد سوريا وفقط. البارح انا نقول طاح فينا مؤتمر اصدقاء سوريا، معناها الحق نتاع ربي انتم تعرفوا كنا اللي نحن هزين شكاير البارح جوريت، كل جوير هز شكاير سيئات فيما تسببت فيه الدوله التونسيه تجاه الدوله السوريه. يعني الحق نتاع ربي البارح جواريت ريتهم مكبلين مش كيف ما تروح نتاع موريتانيا. مال الامارات بشكل ثمانية خاطر يتسبت فيه الامارات من شر للدوله السوريه. اكيد اكيد وذاك علاش انا مانيش معاك في الفكره هذه ولو للتذكير. ليه نحن جوست هذيا معناها مقاربه صغيره عملناها فقط للتذكير معناها مي بيان سور. ليه مانيش معاك لسبب بسيط. راو اللي عملوه البضعة آلاف توينس اللي مشيوا لسوريا في التدمير سوريا مش قطرة ماء، أقل من قطرة ماء اللي عملوه الأمريكان واللي عملته الإمارات واللي عملته السعودية واللي عملته قطر واللي عملته فرنسا واللي عملته تركيا. ولكن نحن رانا بعثنا الفرق مراد أنه نحن ما نعملوش جلد الذات. الدول اللي سميتها الأخرى دول عندها تاريخ في سفك الدماء، ولكن نحن معناها كدولة تونسية ما عندناش تاريخ مع أشقائنا أن تسببنا لهم في أضرار كبيرة كيف ما أنهم نبعثوا لهم كما قلت أنت بال 15000 و 18000 إرهابي. لا الارقام هذيك تم الاثبات نتاعها من الدوله السوريه. اي من الدوله السوريه مراد انا عندي موقف من الحكايه هذه خاطر انا نعتبر بغض النظر على حكايه التسفير وكل انه شوف تونس خرجت الارقام هذيك لانه تونس بلاد ديمقراطيه فيها شفافيه والراي العام كان طالب امانه من بشهادات تاع ناس اخصائيين. انت تتخيل بجد معناها فما اكثر توينسا من مساروه وسعوديين ومغاربه وجزيريه في سوريا مشاو مش اكثر من ارقام هذيك. صحيح نجم يكون هما تجاوزوا الارقام هذيك برشا، ولكن الارقام هذيك تم كما قلت لك تاكيدها من دوله سوريه بيدها معناها في حد ذاته. به مين جلانزا شعمل هزوه لسوريا ولا تم تسفيره ولا شنو؟ لا كانوا ماهوش حاضر. مين كان فما بعض المشاكل كلموني برك اعطيوني معلومه بالكش نتعداو ان باج دو بوب ولا نعملوا ان بوتيت بوز ميوزيكال ومن بعد نرجعوا قعدوا معنا. عندنا اجنده بدينا بالكره خليت هاي نص نهار وربع على اي اف ام اطلاله موسيقيه ونرجعوا بعد دقيقه على اي اف ام احلى راديو نص نهار و19 دقيقه. مرحبا بكم انتم في على اي اف ام. عندنا اجنده مع بعضنا حتى الماضي ساعتين تجربه المنصات الإلكترونية في تونس. رئيس قيس سعيد تحدث عليها أكثر من مرة، تحدثوا أنه فما إمكانية وأنه تونس تلتجي اللي هيته الأشكال الجديدة من التصويت ومن التواصل مع الناس، مع الرأي العام، مع الناخبين ومع المواطنين. هاو نسمعوا بثبت شنو حكي الرئيس قيس سعيد. Lorsqu'il y a une élection fédérale au Canada, on vote sur papier. Mais avec la place grandissante des technologies numériques dans notre quotidien, certains en viennent à se demander si on ne pourrait pas les utiliser en permettant aux électeurs de voter en ligne. Le principe, c'est que le vote en ligne serait possible à partir de plusieurs appareils. أهدافي منصات للتواصل مع الشباب ومع الشعب التونسي كافة لتنظيم حوار وطني حقيقي. منصات للتواصل في كل معتمدية من معتمديات الجمهورية لنستمع إلى كل المقترحات وكل التصورات التي يقدمها التونسيون والتونسيات في كل مكان. هو نوع جديد تقريبا من الاستفتاء، ولكن لن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي. هو نوع جديد من الاستفتاء للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات.
نوع من الاستفتاء الإلكتروني. بعد ذلك بطبيعة الحال سيأتي من يقوم بتأليف بين مختلف المقترحات. ربما هذا شيء مستجد في التاريخ، ولكن طريقة للحوار مع الشعب التونسي بأسره في الداخل وفي الخارج. والبعض الآخر يتحدث عن أن الاستفتاء الإلكتروني أو انتخاب الإلكتروني غير موجود، هو سيكون نوع من الاستشارة عن طريق الوسائل الجديدة للاتصال. وفي بلجيكا منذ سنوات 80 الانتخاب الإلكتروني أوتوماتيزي عن طريق الأجهزة الإلكترونية. خليل قنطارة المدون اللي هو معايا اليوم كذيف، باش نكونوا واضحين، كلمة الاستفتاء الإلكتروني ما جبناهاش احنا، قالها رئيس الجمهورية. نذكروا حاجة أنه ديجا الإطار متاع الاستفتاء في تونس راه ماهوش موسع بالطريقة اللي تصورها رئيس الجمهورية. صحيح. خلي نبدأوا ساعة من الجانب التقني إذا صح التعبير. الاستفتاء الإلكتروني شو معناه؟ معناه ناس في عوض باش تمشي المكتب مكتب تصويت باش تنتخب، باش تنتخب من الموبايل متاعها ولا من البيسي نتاعها. هل أنه اليوم في 2021 سؤال كبير تونس حاضرة تقنيا؟ طبعا بعد نحكيه سياسيا ومسألة ثقة لهذه الأمور. والله شوف مراد، الحق متاع ربي معناها اليوم تونس كان إجابة بكونسوا ديريكت، تونس ماهيش حاضرة. علاش تونس ماهيش حاضرة؟ على خاطر عنا ديفي هيستوريك كبار سارونا. اليوم لاتي كمؤسسة في الأربعة ولا خمسة شهور اللي نذكروا شنيا لاتي اللي ما يعرفش، أي هي الشركة التونسية اللي لاهية بالانفورماسيون، معناها اللي لاهية بالانفورماسيون في تونس، به السيستم دانفورماسيون والسيكوريتي وكل شيء. به نحب نقول حاجة برك، في الأربعة ولا خمسة شهور اللي فاتوا بركة المؤسسة هذية في تونس أعطت برشا دي سينيو للشعب التونسي أنهم يقلوا من استعمال الانترنت. علاش؟ على خاطر لو سيرفور جينيرال تعرض، قاعد يتعرض للبيراتاج. دونك وهذيا معناها حتى على الصفحه الرسميه معناها نتاعها نجموا نلقاو هل السينيو اللي اعطتهم هذوما للشعب التونسي. به اليوم وقت اللي نجي ونحكيو على الاستفتاء الالكتروني وهو سيد الرئيس كي اعطاه، حتى اعطاه الاكزامبل نتاعو، اعطاه ما اكتفاش ببلجيكا ولكن اعطاه دات، اعطاه تاريخ، وكانه هو قال بلجيكا من 1980، وكانه احنا اليوم يكفينا أنه أصبحنا في 2021 ومرت كل هذه السنوات من عام 1980، يكفي أنه جيست تعدى الوقت أن نقول اليوم تقدمنا باش نجموا نعملوا الاستفتاء الإلكتروني هذه. ليه؟ ما يكفيش. التوينس الكل خلي القطارة يفهموا مسألة البيراتاج، لأنه أحنا في البلدان الإفريقية من أكثر البلدان اللي نستعملوا فيسبوك، عن 7,900,000 كونت اليوم في العالم. خلي نخرجوا بركة على تونس. مسألة البيراتاج ما تروحها السيرفر متاع البيت الأبيض، وما أدراك البيت الأبيض، هبطوا عليه دي هاكر. تكنولوجيا وين وصل للعالم في مسألة سيكوريتي انفورماتيك؟ به يعطيك الف صحة، المخاطر معنى. اي يعطيك الف صحة. اليوم نحن نحب نذكروا لو سيستيم لو بلو سيكوريزي في العالم اللي هي البلوك تشين. اليوم حتى الكريبتو كارنسي، فسروا شوية البلوك تشين بالكش فما ناس ما يفهموش بالضبط. به نفسروا شوية البلوك تشين. البلوك تشين هذايا سي تان سيستيم اللي هو تخلق السيستيم هذايا يكونوا فيه لي دوني، فيه بيج داتا كبيرة على الاخر، والبيج داتا هذيك سيكوريزي السيستيم، يحمي نفسه السيستيم هذية. قالوا أنه يستحيل أنه يتم البيراتاج متاعه، وهذيك علاش تعاملت به لبلاتفورم الكبار كيما باينانس، كيما لبلاتفورم الكل متاع الكريبتو كارنسي. اللي هي الكريبتو كارنسي مراد اليوم تعرف تدور فيها آلاف المليارات فلوس متاع ناس، وهذيك علاش اختاروا البلوك تشين كسيستيم متاعهم. ولكن بلوزيور بلاتفورم تم البيراتاج متاعهم، وآلاف المليارات متاع برشا ناس ضاعت في الهواء ومشيت. دونك اليوم تونس ميم با عندنا لو سيستيم اليوم قاعدين نخدموا به. اليوم تونس تمنع الكريبتو كرنسي، تمنع تداول معناها الكريبتو كرنسي، وتمنع اليوم تونس حتى في استعمال البلوك تشين بيده. كيفاش انت اليوم تجي تمنع لو سيستيم لو بلو فيابل لو بلو سيكوريزي اللي هو ديجا فيه ديفايونس كبار، وتجي اليوم تحب تتعدل انت الاستفتاء الالكتروني، واللي هو مراد نقطه صغيره ومهمه، هي البلاتفورم المنصه نتاع الحوار نتاع الشباب. الرئيس عنده ممكن تو 6 7 شهور يحكي عليه، اللي هي كم منصه تتسمى سهله على الاخر باش تعمل منصه جوست باش يتم فيها حوار، والتو ولا تعملت، والتو لقينا المؤهلات باش نعملوا المنصه اللي هو باش يتحاور فيها الشباب فقط. نوضحوا حاجه خليل قنطارة،
طبعا أنه رئيس الجمهورية ولا أي مؤسسة حكومية أخرى تحب تعمل منصة للحوار بركة، معناها بش نقولوا احنا فما ناس تعطي أراها في المسائل المهمة للدولة، ما نكونوش هوني باش نتسائلوا عليه لأنه ما عندوش امباكت، لكن وقت نتعديوا للتصويت تولي مسألة أخرى. اكزاكتومون بيان سور، على خاطر الحوار اون فان كونت، والفكره نجمو حتى سامحني باش قصعي، فكره رئيس الجمهوريه في الاخر مش بطاله، علاش ليه بيرسوني كونتر معناه مش بطاله، مش بطاله. شوف، قل المحسن احسنت وقل للمخطئ اخطات، كمنصه معناها باش تتعمل انه يتم فيها الحوار وناخذوا فيها اراء الشباب ونعملوا كوليك دانفورماسيون اي كوليك دافي، ممتاز، يعطي صح، حاجه باهيه، على خاطر نشجعوها، على خاطر هذيك نحن باش نجمو نقدموا بها، ولكن ان نمروا للاستفتاء، الاستفتاء باش يكون عنده امباكت ديريكت على سير الدوله وسير الدولة وحكم الدولة في حد ذاتها. معناها اليوم ماهوش بسهل اليوم نجي ونتعديه، معناها انت ثم برشا حاجات قبل هذه، وثم حاجة اخرى مراد مهمة ياس، في خطاب رئيس الجمهورية في حد ذاته، خطاب الرئيس ديما يعول على انه الشعب جوعوه، الشباب مفقر، الشباب مهم، الشعب جعان. اي انت ما تنجمش تتعدى من مرحلة انه الشباب مجوع، الشباب مفقر، ومن بعد جي نحكيو على الاستفتاء الالكتروني. الاستفتاء الالكتروني لازمو انت لازمو معناها كيفاش نقولوا دي ريسورس، لازمك برشا، اي معناها لازمك، سامحني في الكلمة، لازمك برشا موارد، لازمك انت انفراستركتور، بنية تحتية كاملة. اذا انت الشباب اليوم ما وصلناش ان نشبعوه كي انت قلت جعان، ان نرويوه كي قلت انت عطشان، انك تعطيه لو مينيموم دو سوبزيستانس وقت اللي انت قلت مهمش وتتعدى به ديريكتومون للتصويت الالكتروني. فاليوم انت رئيس جمهورية زوز دولات، دولة تحكينا عليها ودولة انت قاعد تحب تسيرها بمنظورك الشخصي. من الامثلة متاع المنصات الالكترونية اللي عاشوها التوينس واللي كانت تجربة مهمة هي تجربة ايفاكس، هي التسجيل للفاكسان. إذا كان نجحت التجربة في المرحلة الأخيرة متاعها، نذكر تونس وصلت 5 مليون، أكثر من 5 مليون ونص تونسي ملقح مرتين، ما ننساوش خليل أنه الأشهر الأولى ما كانتش ناجحة الإيفاكس. صحيح، بيان سور ما كانتش، وهي عبر الأخطاء اللي صارت في الإيفاكس قاعدة تتحسن وتتطور، ولكن سي تري ديفيرون مراد، سي تري ديفيرون. علاش؟ على خاطر الإيفاكس نحب ولا نكر، ومعناها هي ستنجم تقول بلاتفورم اللي توجدت بار أوبليغاسيون في العالم، دونك حتى تونس معناها ما خلقتش حاجة، خلينا يعطيهم الصحة وبالعكس، ونحن لكن ما خلقتش حاجة جديدة، الدولة الحاجة هذه في العالم الكل ونجمنا ناخذوا عليها فكرة، والعالم الكل قاعد يمشي بها، وفي الأخر بالكل هو سيتان سيستيم تنجم تقول فيه انغوجيسترمون، معناها ماهوش، ما يستحقش، ماهوش اوسي كومبليكي كو كيما باش تعمل استفتاء. ما ينجمش انك يدخل مثلا حتى هاكر يحب بيراتي الليفاكس في الاخر بالكل باش يلقى كان معطيات الشخصيه، لكن ماهوش يجي انا بار اكزومبل انا حاطط فايزر يحطني انا عامل موديرنا، الوغ كو انا كي نصوت مثلا الاكس ينجم يجي يردني انا مصوت الايكغيك، دونك سي تري ديفيرون، ما نجموش نقارنوا مراد. ندخل معاك في النقطه هذه، هل انه اليوم خليه الكوتي تكنيك، وطبعا ديما نمشيو بحسن النية، ولكن سؤال مطروح، فما إمكانية اليوم أن واحد يدخل على الباز دو دوني وقت الناس باش تدلي بصوتها في مسألة استفتاء حول شكل الدولة، حول شكل النظام السياسي، أو حول مثلا القانون الانتخابي، هل أنه فما إمكانية أن واحد يدخل لباز دو دوني وبالعربية يزور نتائج؟ مي بيان سور، هو اللي باش يدخل هو لو بيراتاج، شنو يصير؟ سي لو بيراتاج دان سيستيم، من البلاتفورم، البلاتفورم هذيك باش يتم البيراتاج نتاعها، اذا دخلت انت في وسطها دونك تنجم تبدل الدوني الكل. هو الهاكر باش يتعامل بالدوني، يتعامل بالسيستيم، معناها باللي دوني انفورماتيك، معناها مانيش باش تروح والهاكر كي نجم تكون الدوله هي الهاكر. بيان سور الدولة ما تستحقش تكون الهاكر، الدولة هي 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 مولات البلاتفورم بيدها، الدولة هي اللي عندها البلاتفورم، إذا ما تكونش ثم رقابة على البلاتفورم هذيك وتكون الدولة هي اللي باش تنجزها، ولهنا لازمنا نفهموا الدور الرقابي، اسكو باش تكون ثم الإيزي لا قدر الله، أنا نقول كلمة لا قدر الله، معناها إذا نتعداو للفوت الكترونيك، إذا باش تكون ثم هيئة رقابة، ولا إذا ما ثماش هيئة رقابة والدولة هي منه فيه زيت ويقليه باش تعمل هي كل شيء، مي بيان سور، مي بيان سور تنجم تبدل. الأطراف اللي باش تنظم، لو كانت تنظم، انت قلت لا قدر الله، هذاك موقفك طبعا، انت كرونيكور وموقفك طوميو، ثلاثة أطراف اللي زي وزارة تكنولوجيا الاتصال، وفما شكون يتحدث حتى على وزارة الداخلية. نعرفوا أنه فما بارش عيوب على اللي زي، وانت بيدك باش نكونوا شفافين، زادا قدمت قائمة انتخابية وكنت من الناس اللي انتقدت اللي زي. هل أنه اليوم تمشي ليزي في الساقين نهائيا ونعتبروها فاشله وزوره الانتخابات هذا كلام بعض الاطراف السياسيه ونتخليوا عليها؟ باهي مراد، شوف سهله ياسر،
pour qu'on soit tranchant ونمشيو ديريكتومون. خلينا نقولوا مثلا مثلا نفترضوا انه ليزي هي زيفت الانتخابات وعملت وبيع وعليه، مش معناها نجي نحيها انا كهيئه رقابيه كامله، نجي نحاسب الاشخاص الاخرى اللي هي معناها تثبت في كذا وكذا وكذا عبر القضاء وعبر دوسيات، مش نجي نقولوا للشخص هذاك عمل ونخرجوه ديريكتومون. ليه؟ ثم قضاء وثم بروسيس كامل لازم نتبعوه، ولكن لازم يتم انتخاب اعضاء اخرين ولا تعيين اعضاء اخرين يمثلوا هما هيئه الرقابه اللي هي تكون ليزي، ولكن مش نجيو نحيوها الكل. اذا انا قلت لا قدر الله على الفوت الكترونيك بون على وزاره الداخليه نقول اللطف يا ربي، معناها وقتها ما نقولش خاطر نرجعوا لهنا 50 خطوه التالي. شو معناها اليوم انت تجي وزاره الداخليه هي اليوم اللي تكون هيئه رقابيه على الانتخابات؟ نحن حتى الانت الامن في تونس تعرفوا اللي ما ينتخبش مراد، صحيح ولا ايه؟ فما شكون يقول لك في القنطره فما بلدان متقدمه، فرنسا ايطاليا وزاره الداخليه في الاخر هي اللي تنظم. لا سامحني، ما عندهمش ليكيفالون تاع ليزي. لا سامحني انا اليوم، فما شكون يقول ليزي بدعه تونسيه؟ انا ناكد لك لو كان تعطي الخيار لوزاره الداخليه وكل اعوانها واطاراتها الكل هما يرفضوا انهم يدخلوا في وسط اللعبه هذه، راهو اذا اليوم تعطي في الاكزامبل انت نتاع فرنسا نتاع ايطاليا اليوم هذيك بلدان شبعانه ديمقراطيه ووزارات الداخليه نتاعهم معناها نعرفوا كيفيه التعامل سي تري ديفيرون. اليوم ما نحبوش بعيده على التجاذبات، بعيده على التجاذبات وبعيده بالحق كي تقول غاديك امن جمهوري امن جمهوري، معناها بالحق مش معناها اليوم باش نجيو نحن نشوهوا صوره وزاره الداخليه، ولكن نحب ولا نكره اليوم ديما السلطه السياسيه عندها ضغط كبير على وزاره الداخليه، معناها فهمت. تقرا باش نسالك سؤال اللي هو اسم برنامجنا، بالنسبه ليك الرئيس عنده اجنده في حكايه الاستفتاء الالكتروني؟ مي بيان سور، مي بيان سور، هو يخلق في اجنده جديده، هو مش عنده اجنده، هو يفرض علينا في اجنده معناها كامله نتاع الاستفتاء الالكتروني. نقول لك علاش مراد، على خاطر اليوم شوف نحب ولا نكره الرئيس قيس سعيد اليوم لما جوريتي نتاع حتى الناس اللي انتخبته القاعده الانتخابيه الكبيره نتاعو، الناس ممكن 60-70% منهم تحركوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الانترنت. دونك هو حتى وقت اللي اقترح الاستفتاء الالكتروني على خاطر يعرف انه في اللونجل هذاك هو يلفو يسوى، وانه في الانجل هذاك اليوم بالحق في تونس عنده لا بلو غراند بار في وسط مصر. خلي نسمعوا ردود الفعل السياسيه ابرزها عبير موسي ونور الدين طبوبي. شكرا. يلزم عطاء رؤيه في الخيارات السياسيه ونمشي اليوم. صحيح مانيش باش نعمل استشاره انا على بالتكنولوجيا، نعم للتواصل، نعم للتطور التكنولوجي، نعم للاستماع لنبض الشعب، اما ثم مؤسسات مهيكله منظمه وثم خيارات اذا مش تعمل معناها انتخابات ولا غيره، ماهيش معناها بالفضائيات يا مسي. اللي حكيت شمال اللي رسلت نهبنا عليكم البارح، بعثت عبد المناصر الوزير تكنولوجيات الاتصال وقلت له كانت حل المنصات باش يشتروا فيك على 96، لانه حاليا المنصات هذيا ايوا خالتي مبارك ما تفهمش في التكنولوجيا شنو عملها انا بشاركش، علاش حوار شباب فقط؟ احنا مش كيف بكم على 96 لانكم تستعملوا فلوس الدوله باش تعملوا مشروع سياسي خاص بكم. هذا كلام عبير موسي ونور الدين طبوبي. عبير موسي تعمل في السياسه حقه أيه. ولكن ليزارغيومون تاعها ما همش غالطين. انا نسالك اكثر من هكا بغض النظر على اللي قالته عبير موسي، الرئيس يعمل في السياسه وباش نكونوا واضحين هذا حقه تماما. لارغيومون هذا نتاع المنصات الالكترونيه مش زعما يحب يجلب به شويه الشباب كيفك انت، الناس اللي ما عادش تمشي للميتينغ اللي مغرومه بالموبايل واللي حياتها الكل تصير الكترونيا، يعمل في شويه سياسه هذا؟ هو يعمل في شويه سياسه وحقه، هو حقه اكيد، لكن كي باش تجلبني شنو باش تعطيني من بعد؟ كيف تجلبني شو بتعطيني؟ وفانت كنت تجلب فيا باش نزيد انا نوفر لك السلطه، معناها باش نزيد انا نخليك موجود على راس السلطه التونسيه، ولكن انا من بعد شنو باش تعطيني؟ انت اعطيتني لي ديفو نتاع البلاد، مش انا خرجت قلت انا شاب جيعان، انا اليوم قاعد نخدم على روحي، مش انا خرجت قلت انا شاب مهمش، انت قلت لي اليوم كرئيس جمهوريه اني انا في البلاد هذيا شاب مهمش. دونك اليوم انت اذا انت باش تجلبني هي باهي جلبتني، في الاخر انت اون استراتيجي ماركتينغ تلقى ان برودوي، مي رئيس جمهوريه نا با لو برودوي. فما اشكال اخر خلي القنطره، هو مساله المعطيات الشخصيه زاد، خاطر انت باش تقيد عندك اون باز دو دوني تطرح اشكال بلكش، ما نحبش انا نعطي المعطيات الشخصيه نتاعي رئيس هيئه المعطيات الشخصيه شوقي قديس تكلم في الموضوع. داكر. هو عدم اللجوء اولا الى برمجيات اجنبيه، دونك يجب تطوير برمجيات ومنصات تونسيه وعندنا الامكانيات لذلك. والحاجه الثانيه هي اخذ كل الاحتياطات باش في المنصات هذه يكون فيها اقل ممكن معطيات شخصيه، سي لا مينيميزاسيون، تقليص في المعطيات الشخصيه، خاطر تنجم تعمل منصه تونسيه وتحميها، لكن كان يتم قرصنتها شنو ناخذ المعطيات اللي فيها الكل. دونك انا علاش تحبني انا شوقي قداس نقول انا راني هو رايي في المساله الفلانيه، مي باركونتر نجم نسجل ويتعطى لي ان كود اسم مستعار
رمز نجم نتصرف به وهذاك يقعد عند قاعدين يتعاملوا مع المنصة اللي يركزوها. لكن ما نسمحش للناس أجنبية أنها حتى في وضعية قرصنة تعرفني أنا شنو رأيي في المسألة ولا هذه ولا هذه. هذا الإشكال اللي طرحه شوق قداس له إشكال آخر طبعا إذا كان المعطيات الشخصية تمشي الأجانب. فما سؤال آخر يطرح نفسه اليوم للناس اللي دافع على الفكرة هذه حتى في قصر كارتاج، مع العلم أنه إحنا طلبنا من رئيس الجمهورية أنه تتفاعل معنا في مسألة المسألة هذه، مسألة الاستفتاء الإلكتروني. الرئيس الجمهورية ما ردتش علينا وفضلت أني ما تدخلش. من الآخر ما ثم تقريبا حتى بلاد اللي اليوم تعمل في الفوت الإلكترونيك 100%. فما استثناء وحيد لبلاد عملت اون فوتاسيون 100% هي استونيا. للتذكير استونيا هي بلاد صغيرة على شرق روسيا، فيها 1,350,000 ساكن، عاصمتها تالين. التجارب البرة فيهم عليهم مثال شيء اكستريم بالانجلية ونسمعوه. Lorsqu'il y a une élection fédérale au Canada, on vote sur papier. Mais avec la place grandissante des technologies numériques dans notre quotidien, certains en viennent à se demander si on ne pourrait pas les utiliser en permettant aux électeurs de voter en ligne. Le principe, c'est que le vote en ligne serait possible à partir de plusieurs appareils et ça pourrait se faire dans des endroits comme à la maison, au travail, même à l'extérieur, tant qu'il y a une connexion Internet. Cette réforme est à ne pas confondre avec le vote électronique au bureau de vote où il est nécessaire de se déplacer. Pour les élections consulaires 2021, vous avez la possibilité de voter par Internet. C'est simple, sûr et rapide. Rendez-vous sur le site de France Diplomatie et cliquez sur « Je vote par Internet ». About why electronic voting is a bad idea. No, here is why electronic voting is still a bad idea. With electronic voting, that's not the case. So first, let's talk about electronic voting machines. That's where there's a computer at the polling station, so voters still go into a booth. You want to be sure that you can actually vote when you show up to the polls on election day, or that you'll get your vote by mail ballot in time. That means you need to check your voter registration status right away. People often don't think about what could go wrong, but in computer security, this is the question we ask every day. We don't really have a technology today to do an online vote. The number one risk is the fact that online elections really can't be audited effectively because there's no paper trail. A free and fair election has to have three things. It needs to be secure so that your vote can't be changed. It has to be anonymous so that people can't know how you voted. And it also has to be accurate. بيه خذينا برشة تجارب مثال شي يسمعوا فينا نتأكد أنه جزء منهم يفهم بالإنجليز. خذينا تجربة في بلجيكا، خذينا فرنسا، خذينا كندا، خذينا كوريا، وخذينا أمريكا، وخذينا طبعا شكون يحكي على إستونيا. الفوت الإلكترونيك نذكره فما الشكلين، فما أنك أنت من دارك تصوت، وفما اللي كما عملوا الكوريين خليل اللي أنت تمشي المكتب بتاع التصويت أما في عوض تحط ورقة، تحط بولتان دو فوت، تنزل على فلسة وبالتالي نربحوا برشا وقت. لكن من الاخر حتى بلاد ما عملت الاستفتاء 100% الكتروني، فما سبب؟ اكيد ثم سبب. السبب الاولاني مراد والكبير، صحيح السيكوريتي هي سبب كبير، ولكن ثم سبب قبل نحب نقوله اللي هو فيو نحن المشاكل الاقتصاديه وعندنا مشاكل في الماليه الكبير اللي هي باش تتحط الانفراستركتور راهي تتطلب فلوس كبيره. في سويسرا وقت اللي يحبوا يخموا انهم يحطوا معناها الانفراستركتور كامله على سويسرا كامله، يلقاو انه الرقم المالي اللي لازم يتحط سيتي ما بين 400 مليون فرنس سويس و 600 مليون فرنس سويس، اللي هو يجيو 1800 مليار ولا تقريبا 2000 مليار توينسا، اللي هما اليوم معناها بيان سور نحنا ما عندناش منهم. هذه الاولى. الثانيه اللي هي سور لو بلان سيكوريتي، معناها سور لو بلان سيكوريتي كان سمعت انت اللي تكلموا معناها العباد اللي عطت ارائها حتى بالانجليز، ثم شكون قال حاجه مهمه برشا، قال حتى لو فوت لازم يصير اون انونيما باش لا قدر الله معناها حتى كان تمت القرصنه ما يعرفوش شكون اللي قرصن وعلاش شكون بلوتو سامحني اللي الى فوتي وعلاش الى فوتي لفلان وفلان وفلتين. معناها الناس هذه الكل اللي تكلمت تعرف انه ينجم يجي نهار وتتم القرصنه نتاع لو سيستيم هذا لو سيستيم ديفايوندي. دونك الحق نتاع ربي معناها اليوم في تونس مازلنا ماناش حاضرين كو سوا على لو نيفو ايكونوميك كو سوا على نيفو سيكوريتي. 10 ثواني مراد كان تسمح لي تانا فيسا جوست انت قلت ان طلبنا الرئاسه معناها باش حبوا يعطيونا الراي نتاعهم. راهو الرئاسه ما تتدخلش في الحاجات المهمه والكبيره هذيا، تدخل شو اسمه تدخل في البرنامج التاسع السيد وليد الحجام تدخل باش جوست يقول لطفي العماري راهو في 2011 رئيس الجمهوريه ما تمش اقصاء بل هو رفض 3 مرات الدعوه. بيزيد 10 ثواني سياسيا القضيه هذه للرئيس الجمهوريه تجب في الاخر تولي ضده.
مي بيان سور هي بدات تولي ضده ديجا بدات تولي ضده على خاطر اليوم الناس فايقه فايقه اللي الحكايه هذه تعملت فقط لارضاء اراده رئيس الجمهوريه نتاع هو الشعب يريد ولكن في الاخر قيس سعيد يريد معناه ويعمل لو كونتراست وكاوي البروجيت وتنرجعوا نحكيوا على موضوع الاستفتاء اللي هو باب كبير لانه تغيير الحكم بعد شويه باش نحكيوا على الانتخابات الرئاسيه الليبيه موعدنا كيف ما كل جمعه مع ركن الفلاحي مطمور روما مطمور روما. السؤال الأسبوع هذايا يخص الأمطار ويخص بالخصوص السدود وضعية السدود في تونس وضيفنا في الواقع هو السيد فايز مسلم المسؤول على خلي نقوله مسألة السدود في تونس. سألناه أول سؤال فايز مسلم قلنا له هل أنه الأمطار الأخيرة فرهدتنا شوية بالحق وعبت لنا لبراج بعد تتالي سنتين جفاف اللي باعتبار الإيرادات في السدود لم تتجاوز 40% 41% على سنتين متتاليتين هذه السنة انطلقت دونك من شهر سبتمبر لم يكن سخيا جدا منها باعتبار أن تحصلنا إلا على 18 مليون متر كوب في سدودنا من معدل 84 مليون أواخر شهر أكتوبر كانت الحمد لله أمطار نافعة دونك على القطاع الفلاحي بصفة عامة باعتبار الفترة هامة جدا وأيضا في الإيرادات انطلاق الإيرادات وتحصل على 108 ملايين متر كوب كإيرادات دخلت للسدود نتاعنا. الوضعية المالية المائية إلى هذا التاريخ دونك اليوم 4 ديسمبر 2021 عندنا مخزون سدود حوالي 740 مليون متر كوب ما يمثل 32% من منطقة الاستيعاب الجملية هذه معناها وباعتبار عدد الأكبر في السدود في الشمال نحن في طاقة استيعاب حاليا طاقة امتلاء ب 37%. سيد فايز مسلم أنت المدير الموارد المائية في وزارة الفلاحة هل أنه السنوات الأخيرة كانت بالفعل رقم قياسي في الجفاف في تونس أم ستان سيكل كيف ما يقولوا؟ الإشكالية في التالي سنوات العجز في الإيرادات جاونا من التاريخية يعني جاونا سنوات اللي هي أقل من معدل من الإيرادات ولكن لما تتوالى سنوات العجز هذاك هو اللي أثر على السنة الهيدرولوجية وتوفير المياه بأكثر سهولة. أنا في تاريخ تونس هما سنتين لا يعودهم صارت قبلها دونزان سيكلوسي 2015-2017 تاريخية من عام 1900 بلاد التونسية شهدت 28 سنة جافة أي أقل من 50% من الهطولات والإيرادات و18 فترة فيضان على 120 سنة اللي فاتوا. البلتان دي ليانام الأخيان في الميتيو يسجل سنة الحاجة الهامة هي سيتي لتي لبلشو جامي انرجستري دوبي 1950 avec des hausses de température exceptionnel et avec des records de température dans plusieurs régions. الارتفاع في هذه الدرجات يأثر ضرورة على استهلاك الماء وعلى المخزون أيضا. فما سؤال يتعاود سي مسلم يقال وأنه البرجات ما فيهاش صيانة هذاك علاش الماء اللي يهبط يعني الأمطار اللي تتهاطل ما نش نتصرفوا فيها كيف ما يلزم صحيح هذا؟ هم زوز مواضيع مختلفين ولكن أنا قلت لك على حاجة لصيانة السدود فيما يخص الجانب السلامتي سلامة السدود هذه حاجة سيستماتيك صحيح تتطلب تكاليف ولكن معنا ما يلعب مع التحدي هذه ضرورية نعملها فيما يخص الموضوع اللي إذا كان فهمت منك شوية هو يخص لونفازمون هي الترسبات بهذه السدود ترسبات بهذه السدود هي عملية مكلفة جدا ونول بار دون لو موند نا ايتي اوبتي دو لو ديفازمون دي غران باراج باعتبار الكلفة الكبيرة اللي تتجاوز حتى كلفة بناء سد جديد وأيضا المشكلة البيئية لأن اعتبارنا كميات كبيرة من الطمع وين مش تتحط وكيف يتم معالجتها. في الختام لو كان تسمح سي مراد بعد إذنك هي جيستو بالنسبة للمعطيات على الوضعية المائية بالسدود الكبرى في بلاد تونسية هي يوميا معناها نشريا هبطوها بعد جروند باز دوني موجودة في وزارة الفلاحة حطوها على الموقع www.onagri.net /barrage يوميا نشرية سمعية تعطي فيها المعطيات الكاملة بطريقة مبسطة لجميع قراءتها وفهم معطيات السدود يوميا من إيرادات إلى مقارنات مع السنوات السابقة إلى معدلات الامتلاء معدلات الإيرادات المعدل السنوي للإيرادات إلى آخره وشكرا وبارك الله فيك.
شكرا ليك زيد فايز مسلم اللي هو مدير الموارد المائية في وزارة الفلاحة. الحق باش نكون صريح معكم، مفاجأة سارة كانت هالسيت هذايا مشيولو www.onagri.net.n/barrage au pluriel، خاطر بصراحة وقت راهو حاجة باهية انقلوها، فما معناها تحيين يومي على الأرقام اللي يخصوا البراجات، حاجة من رأوها كان في البلدان المتقدمة وقت فما حاجة بيها. نقولوها زيد كلام مهم اللي قالوه فايز مسلم خالي القنطار، كلام مهم برشا. وانا زيد نحب نشكر معناه القايمين على السيت هذي، على خاطر انا بيدي خديت الدوني منه معناه على onagri.n. ولكن اللي نحب نقوله هو قال انه مشكل الترسبات قاعدين معناه تونس لما سيانا وكل لورك، والحق نتاع ربي مع كامل احتراماتي لشخصه ماهوش صحيح، على خاطر وصلنا اليوم نسبة نتاع ترسبات في 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 سدود كبيرة وصلت 68%، معناه ولينا نستعملوا في طاقة امتلاء نتاع 32% من السدود. دونك كلمة سدود اليوم في تونس ولا سد نسدوا في الماء على العباد، مش سد باش نمليو فيه الماء باش نعطيه للناس. معناها اليوم وقت اللي تسمع انت مجموعة سدود الوطن 13%، المجموع العام 31%، وقت اللي انت تلقى اليوم الموسم الحالي 735 مليون متر مكعب، معناها بديفيرونس نتاع في كيما العام هذا في 3 سنين اللي فاتت 1,183 مليون، معناها ثم فرق نتاع كازيمو 450 مليون متر مكعب، معناها سي انورم. اليوم ما نجموش نقولوا لي نحن لاهين بالسدود، على خاطر نحن حفرة قدامنا اليوم ما نقوموش بصيانتها. دونك سدود اللي ما يشوفها حد وما يسمع لها حد، خلينا اسمع تفاعلوا معنا العبيد على الموضوع اللي قبل. قبل ما نحكي على موضوع مهم، العنف المسلط ضد المرأة، على مسألة على مسألة الاستفتاء الإلكتروني، حبيت نقول كمان الملخص يجنج ملخصه تقريب في الجملة. Here is why electronic voting is still a bad idea. متفقين تقريبا. It's a bad idea. صك علينا سيد رئيس، خلينا نهتم بالمسائل الصحيحة. نذكركم أنه في اللحظة هذه المازال يتكلم الأمين العام للاتحاد نور الدين طبوبي في خطاب مهم جدا، توا إذا كان فما أكتواليتين تفعلوا معه فما الأخبار ماضي ساعة بعد نرجع عليه. مسألة العنف المسلط ضد المرأة مسألة مهمة، مسألة موجعة، باش نرجع نحكي عليها بعد النصائح الإشهار. انتم تسمعوا في عندنا أجندة مع مراد الزغيدي على EFM أحلى راديو. ماضي ساعة غير درجين في العالم أجمع الفترة هذه مخصة لموضوع مهم، وهو موضوع العنف المسلط على المرأة. وضيفتي اليوم وأنا فرحان بوجودها هوني حنال بنزرتي، المكلفة بمقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة. مرحبا بك لحنان. مرحبا بك سي مراد وشكرا على الاستضافة. احنا منحبوهاش تكون مناسبتية الحكاية هذه للأسف، لأنه العنف ضد المرأة سي 365 يوم على 365، 24 ساعة على 24 في كامل أنحاء العالم. توينسا كانوا تفجعوا شوية وقت الكورونا برقم تزايد الشكايات بسبعة مرات، مازلنا تقريبا في نفس الوضع؟ لا مناش في نفس الوضع، لأنه الظروف اختلفت أول شيء، لأنه طرق التبليغ والإشعار اختلفت، إمكانية الإشعار اختلفت، لأنه وقت الجائحة كان فما منع التنقل. لكن في الوقت الحالي ما عادش فما منع التنقل، ذيك علاش كان في فترة الحج الصحي الشامل كان التواصل الوحيد كان مع الخط الأخضر 1899، واللي هو خط كان يوفر خدمات مازال موجودة، مازال موجود بتبيعها هي مازال موجود، يوفر خدمات 24/24 و 7/7. وكان الإمكانية الوحيدة لأنه اللي تسمح للضحايا إنها تتكلم. اليوم شين الإمكانيات الأخرى؟ فما تنقل مباشرة في مقرات الوحدة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل اللي تبع وزارة الداخلية. قديش فما وحدة مختصة؟ 130 وحدة مختصة. 130 وحدة مختصة في المراكز الشرطة؟ لا، في المناطق متاع الشرطة والحرس. فما زوز على المستوى المركزي، و 128 البقية متوزعين على كامل تراب الجمهورية. 128 كي نسمو هاك على 24 ولاية رقم على العموم، هو المسألة توجع ماهيش مسألة سهلة، لكن يطمن سامحني في الكلمة ما بين ظفري. قبل ما نكمل معاك الحديث حبيت نسمعكم ومضة سبوت بالعربي إشارية على مش إشارية، هي ومضة تحسيسية عجبتنا الحق على مسألة العنف ضد المرأة. جرح كمان
القصة. صرحت أنها كانت ضحية العنف في وسائل النقل العمومي. الخط الأخضر 1899 رقم مجاني للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف. رقم هذا مرعب. مرأة على أربعة صرحت، معناها مش لازم نحكي لكم عن نساء اللي يتعرضوا ويخافوا مش ما يصرحوش. نقاربوا برقم آخر مرعب كيف كيف في تقارير الأخرانية متاع الكريديف متاع لوكسفام متاعكم توما متاع وزارة المرأة. مرأة على اثنين في تونس تقولوا أني تعرضت للعنف مرة في حياتها سواء في الدار وإلا في الشارع. في الواقع التوندونس هذه تقريبا مستقرة، ما هبطش العنف ضد المرأة. هو ما هبطش لكن درجة الوعي في الإشعار هي اللي ارتفعت. بالضبط. مرأة على اثنين في تونس لكن مرأة على ثلاثة في العالم، يعني الإحصائيات متقاربة، تونس ما تختلفش على دول العالم. ونزيدك رقم آخر، مرأة أربعة من خمسة يتعرضوا للعنف في الفضاء الرقمي. هذيك أنكور مسألة ثانية، يعني ما فماش العنف، لا يستثني فئة من فئات، لا يستثني العمر، لا يستثني المستوى الاقتصادي، المستوى العلمي، لا يستثني أحد. هذا من العناصر المهمة حنان، هو أنه على عكس الفكرة السائدة، المرأة اللي تعرضت للعنف ماهيش ديما المرأة الفقيرة وإلا المرأة اللي عايشة في حي شعبي. صحيح. احنا كي نشوفوا الأرقام بتاع الخط الأخضر، الإشعارات الواردة على الخط الأخضر، وندقوا في المستوى الاقتصادي للنساء، نلقاو 46% من الإشعارات اللي تخص نساء تعرضوا للعنف هما نساء في البيت، 24% منهم يشتغلوا، يعني إنه عامل العمل هو عامل يحميها، ينجم يعاونها باش هي تكون مستقلة ماليا، تنجم تحمي على روحها. لكن في المقابل المرأة اللي ما تشتغلش وتبدأ في الدار، هي تقعد ديما مربوطة باللي يصرف على الدار، ما عندهاش مورد يخليها تكون قائمة بذاتها وتستقل، وبالتالي ديما تقعد مربوطة سواء الزوج أو الأب أو الأخ أو العائل، بغض النظر عن شكون. مدام ذي اختير الكلام برشا، اختير ياسر الكلام هذا، الحق نتاع ربي. اختير ياسر علاش؟ على خاطر نحسه تبرير. لي مش 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 مانيش نقصد في 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 سيادتك مدام، خاطر انا نحسه هذية تبرير لتعنيف المراه اللي هي ما تشتغلش. معناها سامحني انا كيف نسمع هكايه طمئنه نتاع انه المراه اللي تشتغل تتعرض لاقل عنف، ولكن المراه اللي ما تشتغلش في وسط المنزل تتعرض لاكثر عنف. فهذي نحس انه اليوم تبرير لاي زوج اليوم هو يصرف على مرته انه يروح للدار مرته ما تشتغلش، ينجم يعنفها فقط لانها ما تشتغلش. لا تبرير مدام، ما ينجم يكون كان تبرير. سامحني لحظه، جست سامحني. لا هو معاك راهو بالعكس، تخيلوا مع العنف بالضبط بالضبط بالعكس فاهم. ما انا نحب نقول لك انا بالعكس لازمنا نكونوا اكثر صعوبه، لازمنا نحميه. وحتى المراه اللي يلا غالب هي ما تشتغلش، معناها نجم يكون ثم ألف ظرف خليها هي ما تشتغلش، لكن ما لازمش تكون عرضة إلى العنف. هذك ونخدم مثالش خاطر مش سامحني بتتر ما انت نحبش نتعصف عليك، لا يولي عنف هذا ديدو. لا لطف علي، لا لا ما عارفش نقول لك علاش من كلمتي هذه، اشتفهمني خاطر أنا يظهر لي أكبر عنف، أكبر عنف هو أن نقوله نخليه المرأة كي توصل تتعرض للعنف باش نقوله أنه هذاك عنف. قبل الليتاب متاع العنف ثم برشا عنف راهو مسلط زيد على المرأة، هذاك هو بيدو عنف. دونك سمحني كان قصيت عليك تفضل. هو دقيقة بربي هي يزيد. بالنسبة للعنف هو تم تجريمه حتى في القانون عدد 58، وتم توصيف العنف الاقتصادي وأيضا استضعاف الحالة متاع المرأة ذحيتهم. مش معنى ترى ما تخدم ساعات، راهو العنف الاقتصادي يطول حتى حصولها على حقوقها من إرثها من شهريتها. ساعات نجم تكون تخدم راه تخدم، ولكن يفكولها شهريتها ويفكولها مواردها المالية. هذا القانون راهو يجرمه، ولكن اللي ينقص هو الوعي بالمسألة هذه. القائم بالعنف قليل وين يفهم اللي هو هذيك شكل من أشكال الهيمنة على المرأة. للتوضيح، هل أنه اليوم
القضاء والشرطة. الشرطة لأنه هو ضابط العدلية الأولاني، هو خلينا نقوله الفرونت أوفيس متاع الدولة، سامحوني في الكلمة، هل أنه قاعد يقوم بواجبه أو على الأقل أنه تحسنت الأمور، يعني وقت مرأة تجي معنفة الشرطة تأخذها مأخذ الجد، ونكونوا صريحين. بالنسبة للوحدات المختصة فما فرق لهنا، جوز نحب نميز بين الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والمراكز العادية. الوحدات المختصة في جرائم العنف هي وحدات تكونت اللي يخدموا فيها متكونين ومتمارسين على المسألة هذه، وحاولنا بأقصى جهد منذ صدور القانون أنه نحسهم بالمسألة هذه، والقانون جرم أنه جرم تصرفهم إذا كان يأثروا على المرأة يتعاقوا، لكن في المقابل الفرق البقية ما همش متكونين كفاية، وهذا اللي بدأت وزارة الداخلية تشتغل فيه، تحاول أنها تخلي المتدخل يخرج من التماثلات نتاعه وما يبررش العنف المسلط على المرأة. لكن في المقابل بالنسبة للقضاء، وللأسف المسار نتاع حصول المرأة على حقوقها في على مستوى القضاء يبقى ياسر بطيء، وهذا يحد من أنه المرأة تولي فما برشا عزوف إنسان يمشيو باش يمشيو ويشكيو، لأن قلت طول عليا المسألة. بالنسبة للفرق المختصة احنا لاحظنا راه فيها سنوات هذوما اللي الأعداد اللي نتاع الإشعارات اللي واردة والشكايات اللي واردة على الفرق المختصة راهي ارتفعت، وهذا دليل على أنه فما تحسن في الثقة بين الضحايا وبين الوحدات المختصة. مازلنا نجم ونقبلوا أنه مجتمع متقدم في 2021، مجتمعات وباش نقولوا راه الظاهرة هذه موجودة في فرنسا في أمريكا يعنف المرأة باختصار خليله. أكيد ليه، أكيد ليه، معناها على خطر اليوم في تونس نحن نشوف اللي الحلول اللي تمت الكل حلول غلط على خطر ما قدمناش بها. اليوم لازمنا نخدموا على التوعية، علاش؟ على خطر كيما قالت مدام حنان، اليوم العنف موجود في وسط المنزل، ما تنجمش أنت في كل منزل تحط بوليس، ولكن تنجم في كل منزل تدخل بالتوعية في العقل تو سامبلومون. حنان بنزرتي أنت المكلفة بمقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة، في 40 ثانية قبل ما تعدوا الأخبار، شو بش يصير في العوام الجاية في الأشهر الجاية؟ فما مخطط نعرف وانو فما هبة كاملة للفصل 58 هذي، شو قاعدة تعمل وزارة المرأة؟ وزارة المرأة عندها عديد من الميادين اللي تشتغل فيها بالنسبة للمقاومة العنف ضد المرأة، خاصة في مع صدور استراتيجية المحاينة، الاستراتيجية الجديدة لمقاومة العنف ضد المرأة اللي سلطت ضوء على الجانب الوقائي وعطاته بعد هام. أيضا انفتاح الوزارة إلى المقاربات النقدية، المقاربات النقدية في المجال هذا باش نجموا نطوروا آلياتنا للتدخل لفائدة النساء. شكرا لك حنان البنزرتي المكلفة بمقاومة العنف ضد المرأة بوزارة المرأة. ذكرني بالأرقام الخضراء نتاعكم. 1899 لكل مرأة تتعرض للعنف. الجزء الثاني من عندنا أجندة بعد الأخبار باش نحكيوا على الوضعية في ليبيا، وضيفي باش يكون بشير الإرماني الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية الفارماسي سنترال. الأخبار ونتلقاو بعد شوية.